أهلا بكم. نشاهد أمامنا فندقين، واحد على اليمين والآخر على اليسار. لو سألنا أيهما يقدم خدمة أفضل، حتما سيكون الجواب هو الفندق الذي على اليسار، رغم أنه غير مذكور ماذا يقدم من خدمة، ولكن هنالك رمز في كل رسمة يعبر عن الكثير من البيانات والمعلومات، وهو عدد النجوم أسفل الفندق، حيث أن هذه النجوم رغم أنها بسيطة ولكنها تعبر عن الكثير من البيانات، تعبر عن جودة جميع خدمات الفندق. ومن هنا نبين مفهوم الإنفوغرافيك، وهو فن تحويل النصوص والبيانات المعقدة إلى رسومات بسيطة يمكن فهمها. ولد هذا الفن منذ العصور القديمة، إذ كان الإنسان يعبر عن نفسه عبر رسومات الكهوف. أول ظهور لهذا الفن بشكل حديث هو من خلال الرسومات البيانية عام 1986، ثم تطور هذا الفن بإضافة رسومات تعبيرية إلى أن وصل إلى شكله الحالي. بدأ الإنفوغرافيك على الإنترنت في عام 2005 بخمس رسومات فقط. في عام 2007 أصبح العدد 750 رسمة إنفوغرافيك. في عام 2010 أصبح العدد أكثر من 2,000,000 رسمة. هذا يعني أنه يتطور بشكل مهول جدا، وذلك لفعاليته. أسهل طريقة لإنشاء الإنفوغرافيك هي التعديل على قوالب الإنفوغرافيك بشكل مجاني من موقع فريبيك. أما عن أشهر برنامج لصناعة الإنفوغرافيك هو برنامج أدوبي إليستريتر.